وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إيش يعني هذا الشخص ما يتبين فيها؟ لا بالأخير. أيوة يعني قربت، بس لو أنك تتكلم بالفصيحة يا بني. ما يتبين فيها من عظم الإثم، شايفة إيش؟ عادي يعني فيها إثم بس إيش؟ مش كثير. بعض الناس يا جماعة في زماننا نرى يطبق هذا الأمر علانية. من يذكر لنا العبارة التي يرددها؟ يتكلم بالعبارة علانية تنطبق علي هذا الحديث. لا 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 لا، لو سمحت لو سمحت لو سمحت، ما هو أنا أظلكوا هيك تضيعوا في الدرس، يعني فكر لك شوي قبل ما تحكي. أنا بخليك تشارك بس مش ولا جواب صح عندك برضو، يعني ارحمنا شوي. يعني جاوبت لك ثلاث أجوبة، واحد صح واثنين غلط ماشي، أما كله غلط يعني تطول شوية إيدك قبل ما ترفع، واللي بيرفعش فكر عشان نستفيد. لا يا زلمة هاي عبارات، أنا بتكلم. ما هناك بعض الناس يصرح بهذا المفهوم في الأخير. نوينا إيش؟ التنزه، فهو يقر أنها معصية، كما عبر أخونا هنا أنها يظنها معصية صغيرة. شو نويت؟ نويت التنزه. إيش تنزه؟ أتكلم بمعاصي لكن شو مالها؟ شيء يسير ما يتبين إيه؟ ما فيها. فأنت شايفها تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أمر مرعب. طيب هات تلاقي عاد. بيجي الآن العبارات اللي أنتوا ذكرتوها أمثلة على ذلك، والعياذ بالله. وتنبهوا